اعطينا نبذة شوي عن تاريخ المنطقة قبل هولسن. هلا بداية كان كل الناس هودي يعتاشوا أهل فريا يعتاشوا من الزراعة، يعني المنطقة اللي فيها الشركة الهولسن حاليا كانت كلها أرض زراعية مملوكة لأهل فريا وأهل الأرض، كانوا يزرعوا فيها قديما، يزرعوا فيها التوت ويعملوا توت القلب، بعدين بالإضافة للأرض الزراعية في تين، في خضار، يزرعوا خضار، مقتي، كل شيء يعتاشوا منها ويشتغلوا بالبحر. كل أهل تريد أهل كفرية كان عندهم بيوت تحت على شط البحر، يقعدوا يشتغلوا بالأرض الزراعية ويشتغلوا بالبحر حتى لحين ما اجت شركة التراب اللبنانية أو الوطنية بسموها، بلشوا يغروا العالم بالبيع على الأراضي، صاروا يبيعوا أراضي من إلقاء إنه يشغلوهم بالشركة، شغلوا، صار عنا بحدود 100 عامل من كفرية يشتغل بالشركة. مع الزمن يطلع كثير من الشركة بحكم السن وسيف القليل لحين ما وضعي فيتو نهائيا على أهل كفرية. هالأرض كلها تحت كانت تعتبر السهل، يسموها السهل في أهل كفرية. حاليا رحت، يعني أنا بتذكر كنت أولاد صغار حمد المنون في بيوت نمرة من كتر ما كان فيها مبوعة وخصبة وكذا، يعني كانوا ندخل على البيوت نمرة من مثل عبارات صغيرة يعملوها من خشب. بتذكر بيت عبدالله الشيخ ننزل عنده نمرق من فوق المي تبقى نصور على البيت نبوعة وكذا كليتها. هلا هي اصلا هيدي نبوعة كلها الشركة عم تستخدمها لانه بتحتاج المي كثير تبريد وهيك شغلة. في بيوت تانية بتتذكرها؟ في كثير بيوت تحت، يعني بيوت على الشط تقريبا كان في كثير بيوت راحت. هلا بيت علوان، بيت الصمروت، بيت علوان الصمروت، يعني بيت حسن إبراهيم الموسي، بيت عوض شلة بفوق بالجبل، يعني بيعتبر بالجبل وظل، يعني هلا ما بعرف إذا هدموه بعد ما تركوه إجوا بيعوا وتركونا قالوا عمروا بكفرية وسكنوا هون، استعملته الشركة كمكاتب وكسكن للأجانب اللي بيه هنا. بس بعتقد هلا بيقولوا لي إنه مقفي شوي ما بيبين على الطريق، بيقولوا لي إنه دمروه شيلوه.